السلام عليكم ورحمة الله. موجز أخبار الثالثة من قناة المرابطون، أهلا بكم. وصف الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز ما بات يعرف بتسجيلات أكرا بأنه عمل مفبرك أشرفت عليه بعض الجهات المعارضة لنظامه، نافيا أن يكون قد حصل على مصالح شخصية من الموضوع. واعتبر عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي بنواكشوط أن التسجيلات تعود إلى محاولة احتيال من طرف شخص قدم نفسه على أنه ضابط سابق في الجيش العراقي ويطلب السماح له بالإقامة في موريتانيا للاستثمار ولتربية أبنائه في بيئة مسلمة وفق تعبيره. وأكد عبد العزيز أن ما أعلن عنه من مخزون الغاز المستكشف في المياه البحرية الموريتانية يمثل المرحلة الأولى، فيما سيعلن عن المرحلة الثانية يوم الجمعة القادم. وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول مستقبل هذه الثروات المستكشفة بالقرب من الحدود مع الجارة السنغال، استبعد عبد العزيز أن تؤثر سلبا في العلاقات بين البلدين. من جهة أخرى، قال عبد العزيز إنه ليس على اتصال مباشر أو غير مباشر مع أحزاب المعارضة بشأن الحوار السياسي المرتقب، موضحا أن الأمين العام للرئاسة هو من يتولى المهمة. وتوقع عبد العزيز أن ينطلق الحوار بعد فترة وجيزة، مشيرا إلى أن الأغلبية تنتظر الرد من المعارضة، وأبدى استعداده لحوار يمكن من تجاوز الحالة السياسية القائمة. بدأت بعثة فنية أوروبية بنواكشوط زيارة عمل يتوقع أن تجري خلالها سلسلة من المحادثات مع المسؤولين عن قطاع الصيد في موريتانيا ولبحث إمكانية تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين. وتأتي سلسلة اللقاءات الجديدة بعد أشهر من تعثر المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقية القديمة، وهو ما أرقى بظلاله على علاقة موريتانيا الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي. اندلعت مواجهات عنيفة يوم أمس في إقليم أزواد، حيث أكدت تنسيقية الحركات الأزوادية سيطرتها لعدة ساعات على مدينة تنونغو والانسحاب منها بعد قتال عنيف. يأتي ذلك وسط ترقب للمؤتمر المتوقع انعقاده منتصف الشهر الجاري بالعاصمة المالية باماكو للتوقيع على اتفاق سلام بين مالي والحركات الأزوادية، لكن الأخيرة ترفض وتعتبر أن الاتفاق لا يستجيب لتطلعات الأزواديين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. بعد قليل تتابعنا حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم الأسبوعي المرابطون فوت. متابعة مريحة. الرابعة موجز إخباري بحول الله. في أمان الله.